حياكم الله في الجزء الثالث والأخير من دامات النقرة. دامات النقرة مثل ما قلنا هي أساس من أسس الدامة، يعني لا 3 مقاطع ولا 30 مقطع نقدر نغطي كل دامات النقرة. شوفوا معي، هذه الدامة من الدامات المحببة لدى بعض اللاعبين، يعني أصلا بعض اللاعبين هذه صفته الأساسية تعتبر. مثلا هذا الحجر كان هني، إذا نقل هذا الحجر صارت دامة نقرة. هذه النقرة متميز فيها العم يوسف الخضر ويعقوب الله يرحمه، من اللعبات اللي أخذها علي لما حفظتها، وتصير بعدة أشكال. وين ما يأكل مثلا، إذا أكل هني ترجع تأكل هذه، راح يأكل تعطي واحدة، واحدة إذا أكل هني ترجع تأكل، يأكل وتبط الرأس، وإذا أكل على طول راح تبط الرأس على طول. طيب إذا أكل هني فنفس الشيء، تعطي واحدة وترد تعطي هذه، صارت نفس اللعبة اللي قبلها. الطريقة أيضا تصير، أخذها علي بيعقوب الله يرحمه بالطريقة. من النقرات المخفية والصغيرة للمرحوم راشد الدعيج كش، يركب يأكل ثنتين، تأكل يرد يأكل واحدة واحدة. هذه الدامة من النقرات اللي تحصل في الافتتاحيات، وهي الصراحة يعني سريعة الصف، وعرضت أنا بالدامات النقرة الجزء الثاني دامة شبيهة لها، ولكن هذه بشكل أصغر.
أيضا نقرة جميلة لفكتور حنة، كش ثنتين يركب. إذا أكل من هني ما في شيء، فلازم يأكل من هني. صارت الدامة. أيضا من النقرات الجميلة والواقعية لخليل الحوري، من النقرات الصغيرة والمخفية لإدوار عطية، هذه أيضا نقرة من النقرات الغامضة واللي صارت باللعب للاعب ديستن من موقع لودوتيكا. دامة من دامات النغرة الجميلة والبسيطة بنفس الوقت، ومتخصص فيها حبيبنا بطلنا محمد رقيب، أخذها علي لما حفظتها وقمت أنا أخذها على اللاعبي. أعطي واحدة وثلاث. طبعا لو تلاحظون لو هذه مو موجودة راح تخترب اللعبة، راح يأكل أربع، فلازم هذه موجودة. يعني لو كذي تصير ليش مسكرين. تاكل وهو ياكل نفس الشيء، اما بالشيخ او بالحجر
هالكش تسوق فوق وتعطي واحدة. ياكل ثنتين، ياكل واحدة، تاكل لما تبط عليه الرأس. طبعا في حال هذه هني راح تاكل تطلع شيخ على طول. هذه ايضا من النقرات اللي صارت معاي باللعب. قال لي كش، قلت له اكل، واحده طلعت دامه نقرة جميلة للعم خالد العنجري. من النقرات الجميلة الموجودة في كتاب نصيف اللحام الجزء الثاني ولكن من غير اسم. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية المقطع، وإن شاء الله راح ندخل في دامات المغص. مثل ما قلنا أيضا، دامات المغص أساس من أسس الدامة وتندرج تحت العديد من اللعبات. مثلا راح نأخذ دامة المغص المزدوج مثل ما يسميه الحاج الدعوق، واللي كان يسميه نصيف اللحام دامة المغصان، هي أيضا اللعب المزدوج. وراح ناخذ ان شاء الله اللعب المتتابع، وراح نذكر ان شاء الله شو الفرق بينهم، وراح ناخذ باذن الله المقص على الدامه والمقص بالدامه. في امان الله.